عسلم الناس الكل، مرحبا بيكم في أمور تهمنا للبودكاست. أنا تسنيم رمضاني من مشروع صحافة الشأن العام عن إذاعة دريم إف إم. عسلم السادة المستمعين الكل، معكم وسيم حمادي من إذاعة المندرة. عسلم أنا ليلى الريحي من مجموعة العمل مرسادة المدائية. مرحبا مدام ليلى. يا عايشة. مرحبا بينا، مرحبا بينا محلى بعضنا. بك احنا جينا اليوم مش نحكيه عن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية والحكايتين والكل، شنو هي على قدميتهم وشنو هو مفهومهم. كما قلت انت بكري مدام ليلى اللي رمينا باش نفركوها، دونك نبدا وسيم عندك ما تقول. نبدا ميسيلش مع مدام ليلى، خلي تعطينا شنو هو الفرق ما بيناتهم وشنو هو مفهوم كل مصطلح من هذا. هما زوز كلمات ديما الناس يغلطوا فيهم ويستعملوهم كيف كيف، معناها الأمن الغذائي ولا السيادة الغذائية، وقت اللي هما في الأصل راهم حاجة ضد الأخرى، مضادين، ماهم ما يعنيوش بالكل نفس الشيء. كي نبدأ بمفهوم الأمن الغذائي اللي هو المتداول اليوم في تونس منذ سنوات، معناها هكايا احنا في سياسات العمومية الدولة تستثمر ولا تستعمل مفهوم الأمن الغذائي على اعتبار أنه شو معناها الأمن الغذائي؟ معناها وقت اللي بلاد يسمى تحقق الغذاء متاع الناس اللي يسكنوا فيها عن طريق التجارة العالمية بالغذاء، يعني تستثمر في المواد الغذائية اللي هي قادرة تنتجهم بسوق واطي وتبيع البرة بالدوفيز، وبعد بك الدوفيز هذيك ولا بحاجة أخرين تجيب بالدوفيز دونك تستورد الحاجات اللي مستحقينه ما احنا في تونس باش نتغذيو. وهذايا تبقى لمفهوم الأمن الغذائي، يعني التجارة بالغذاء العالمية يولي عندها دور محوري، والتاجر بالغذاء يولي عنده زاد دور محوري ومركزي في المنظومة هذه. أنا كما قلت من مجموعة العمل أجل السيادة الغذائية نخدم على مفهوم آخر مضاد اللي هو السيادة الغذائية، واللي هو نقول العكس. شو معناها العكس؟ معناها أنه نحب سياساتنا الفلاحية والغذائية في تونس تكون تعطي بلاصة أساسية للفلاح المنتج نتاع الغذاء في تونس. كيقول الفلاح يعني المزارع والصيد والحطاب والراعي وجملة هالناس هذوما اللي ينتجوا الغذاء، هما اللي يكونوا في قلب النظام بتاعنا، وهما اللي ينفذوا للموارد الطبيعية مثلا الأرض والماء والزراعة وإتسترا، وينجوا من أجل استهلاكنا الغذائي المحلي بأولوية. هذاك المهم بالنسبة لي، أول حاجة غذائنا المحلي. أحنا شنو ناكل كتوانسة؟ يعني بلغة أخرى منظومة الأمن الغذائي دزنا باش ننجو دقلة وزيت وبردقيل وحاجات كيما هكا وحوت وكل شيء مصدر للتصدير، وفوق وقت اللي منظومة السيادة الغذائية تفرض علينا باش نركزوا أكثر على الحبوب وعلى بنواعها، قمح وشعير، لكن أيضا عدس وحمص والحم والبان وعظم اللي هما الغذاء الأساسي بتاعنا. هذا شنو معناها الفرق؟ ومن ناحية السياسات العمومية كيف كيف فرق كبير. وقت اللي تنتج هجر منهج متاع متاع أمن غذائي باش تولي تستثمر ولا تعاون كيف ما نقولوا المستثمر في القطاع الغذائي اللي باش ينتج الزيت وتعمل عليه باش هو تعطيه الموارد الأرض والماء باش هو ينتج هكا المواد هذيك ويصدرهم، في حين انه وقت اللي تستثمر في سياسة متاع سيادة غذائية ما عادش تركز مع المستثمر في القطاع الغذائي ولا الفلاحي، تولي تركز مع الفلاح والفلاحة خاطر هما المنتجين الأساسيين تاع الغذاء. نحب نسأل سؤال مدام ليلى هكا بشكل مباشر، في تونس الوضعية الحالية نحن ماشيين في إطار الأمن الغذائي ولا السيادة الغذائية ولا حاجة انترميديير، معناتها تأسيساتها العمومية لشكون تقرب أكثر؟ المفهوم الأمن الغذائي بدون حتى نقاش، يعني أنت تلاحظ كيف تشوف مثلا لابيا أجانس بروموسيون دو لافيستيسمون دون لاكريكولتور، تلقاها يعني تبجل وتعطي المنح والامتيازات وكل للمستثمرين اللي مثلا باش يعملوا زيت الزيتون ولا باكينه ولا البوكان ولا شنو اللي هما مواجهين للتصدير، اللي باش يخدموا الطماطم مواجهين للتصدير، اللي باش يستثمر في 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 مواد بنواعها، معناها لكن أساسا موجه للتصدير قليل مستحيل يعطيه منح وامتيازات للفلاحة اللي هما ينجوا في القمح والشعير. دونك من غير حتى النقاش احنا سياستنا سياسة أمن غذائي، وهذاك علاش احنا اليوم نلقاو احنا في وضعيات ياسر صعيبة وقت اللي مجلسنا اليوم حرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ونقدروا احنا مانيش قادرين نستوردوا ما يكفي من الحبوب، وفي نفس الوقت منظومتنا لانتاج الحبوب تعبه ومهتريه وفي احنا في عام الصابه ناخذ تقريبا النص، يعني ننجو نص
منتوجنا اللي حشنا به. في عام الزمة الثلث وحتى أقل. أنت تو كنت تحكي على الأمن الغذائي، إحنا دجا السياسة متعطون استقرب الأمن الغذائي، ولكن ما نيش في الأخير ما نيش محققين الأمن الغذائي. ومن مظاهر عدم تحقيق الأمن الغذائي هو النقص في الإنتاج واللجوء إلى التوريد. ماني هي مش من مظاهر، حبيت أقول أنا أنه من مرتكزات سياسة الأمن الغذائي أنك تتخلى على فلاحتك المعاشية وتركز على الفلاحة التصديرية. هذاك هو الأمن الغذائي، هذاك هو يعني احنا نقول واحنا اليوم المهم انا نأمن الحاجيات نتاعي، صومن هوني صومن غازم بنابخت ما يهمنيش بنابخت. ومن ناحية اخرى ما ندخلش القطاع الفلاحي في النظام الاقتصادي نتاعي على اساس انه قاعدة يتبني عليها عدة قطاعات اخرى وتكون هي الباز معناها الفوندمون تاع الانتاج نتاعنا وتاع اقتصادنا. بالعكس نهمل الاقتصاد نتاعنا الطبيعي والفلاحة المعاشية من اجل انه نعيط المستثمرين اجانب ونقول لهم بلي يجيو يستثمروا في الفلاحة في الارض نتاعي وانجو الحاجات اللي نجمو تصدروها من برا. اقتضيت نرجعوا بعد ثاني وسيم مدام ليلى عندك صحة فسرت لنا بطريقة بسيطة على الفرق ما بين مفهوم الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. اللي نحب نفهمه أنا ونحب السادة المستمعين زادة يفهموه هما الأسباب بتاع المشكلة هذه. أنا فالي أسباب بتاع المشكلة هذه كان نحب نلخصهم نلقاهم مهونين بأربع حاجات. فما مشكلة على مستوى امتلاك الأراضي، فما مشكلة على مستوى الموارد المائية، فما مشكلة على مستوى البذور، ومشكلة الرابعة على مستوى الجد العاملة. دوك كنا بديهم بوان بوان بار بوان معناتها مع بعضنا كثلاثة، حاولوا نشوفوا شنو الملامح الكبرى متاع المشاكل في كل محور من المحاور. دوك نبدأ بالأرض يظهر لي. حسب رأيك مدام ليلى، الأراضي الفلاحية اللي تمتلكهم الدولة يظهر لي نتفقوا انه فما سوء استغلال فيهم. سوء الاستغلال هذايا وين نجمو نلاحظوه بالضبط؟ هو فما حاجه ساعه الحاجه الارضي تاع الدوله هذوما منين جات؟ شنو منين كيفاش تكون المحصول العقاري تاع الدوله؟ هذه حاجه اساسيه. المحصول العقاري تاع الدوله تكون بعد الاستقلال وقت اللي الدوله التونسيه في بلاصه ترجع الاراضي اللي استعمروهم الفرنسيس للفلاحه اللي كانوا يملكوهم، لا خليتهم عندها، وهذاك اللي كون المخزون العقاري الفلاحي للدوله. والمخزون هذا راهو عليه برشا مشاكل ونزاعات وكذا، فما برشا ناس في الارياف تطالب باسترجاع الاراضي هذيا نتاعها اللي هي في الاصل نتاعها. دونك هذا التكوين نتاع المخزون. من الاول بعد الاستقلال كنا نحكيو على فوق المليون راهو كتار. اليوم ما قعدنا نحكيو غير 500,000 كتار. وين نمشيو 500,000؟ تقطعوا على اليمين وعلى اليسار في اطار المحاباه والمحاسبه وفي اطار انه نخلق ولايات ونلقاو في عدة مناطق من تونس اليوم ناس اليوم كانوا قبل قراب من المنظومة اليوم يملكوا أراضي كانوا في الأصل أراضي دولة وتسترع. يعني تم مش مشكلة إذا كانوا قاعدين يستغلوا في الأراضي. مو هذيك المشكلة اللي هما هذوما معناها ما همش فرصة ما فلاحة ما يعملوش المنطقة اللي هما يخلوا فيها في الأراضي. هذا باش نحكي طبعا 500 هكتار اللي موجود اللي قاعدوا لنا الأغلبية متاعهم يتعطاهم في شكل كراء لشركة إحياء شركة خاصة كيف استثمار في القطاع الفلاحي. نجي أنا فلان فلان نجم نكون أي حاجة معناها عندي مهنة أي مهنة كانت محامي طبيب ولا حتى رجل أعمل ولا هو بما أني عندي إمكانية نفاذ الأراضي هي على خاطر أني عندي قرب من السلطة بطريقة أو بأخرى نطلب أرض دولية ناخذ أرض دولية ديك نتعامل معها كما قال المصري عزبة نمشي لها نحاول وقت البيعين أنا باش نركز فيها وفي قدرتها الإنتاجية ونخدم عليها وكل شيء مراهو قليل ياسر ياسر ياسر. ونقاور وإحنا اليوم مخزوننا العقاري الفلاحي اللي عند الدولة صاير فيه إرهول معناها كوارث بالجملة. ثم تقرير بتاع دائرة المحاسبات يحكي على الشيء هذايا الأراضي اللي عند شركة الحياة الأراضي اللي عند المقاسم الفنية معناها انجينير أجرونوم كمل قرايته وطلب باش ياخذ أرض وتصرف باش خذ أرض ومن بعد شنو عمل به ما قدرش ما نجمهش بكل بساطة على خاطر ما فهموش التمويل ما فهموش دعم ما فهموش حكاية كيما هكا اللي تخلي هالإنجينيور الأجرنام ينجم يخدم كذا والأرض هاي خدمتها صعيبة يحب لها الدوام معناها خدمة الفلاحة فيها برشا حاجات ماهيش حكاية تاع استثمار مش فلوس وكهرباء يلزم حد
واقف عليها يقوم الصباح في ذهنه هكا الأرض هذيك، يرقد في الليل في ذهنه هكا الأرض هذيك ويعطيها عرقه ودمه ووقته وكل شيء. هذا كل غايب. نلقاو رواحنا اليوم الفلاحة اللي هما أب عن جد يحبوا يخدموا الخدمة هذه بلاش أراضي وإلا عنده أراضي صغيرة بالكل، والأراضي المنجة الكبيرة اللي هي كانت عند الاستعمار راضينها، وفما جزء آخر من الأراضي هذه بتاع الدولة عند المركبات، عند كيما احنا شو اسمه الديوان، ديوان أراضي فلاحية عامل مركبات فلاحية كيف كيف. بما أنه الدولة لقات روحها في سياسات متاع تقشف وما عادش تستثمر في القطاع الفلاحي وما و و و، هل المركبات الفلاحية هذوما هما بيدهم طاحوا؟ واليوم برشا مركبات يعرفوا مشاكل متاع انه الاراضي مش قاعده تنتج، ثروه حيوانيه قاعده تتهدر، مشاكل متاع نفاذ للماء، مشاكل متاع انواع واشكال، والفلاحه يسكنوا بالدائر متاع الاراضي هذوما في قرى مفقرين تماما على خاطر ما عندهمش نفاذ للاراضي الفلاحيه. واضح. مدام ليلى انت حكيت على المشكل اللي في علاقه بتسويق الاراضي الفلاحيه، وقلت انه جزء كبير من الناس هذوما ياخذوا الاراضي يكريوها وما يستغلوهاش كما يلفوا. بخلاف هذا هذا باش نرجع له، ولكن بخلاف هذا حتى اللي كريمها معناتها تلقى فما مشكلة على مستوى الاستخلاص المالي. نفس تقرير محكمة المحاسبات اللي حكيت عليه مدام ليلى يحكي على انه فما 62% من المعاليم التسويق هذه ماهيش قادرة تدفع، يعني فما كاين 38% فقط من الاشخاص هذوما قاعدين يدفعوا في معاليم التسويق. علم انه معلوم الكراء حاجة تقريبا رمزية جنب قمح مقابل كتاع حسين فارغة، معناها كي تتخيلها مثلا في ارض تقعد على مدى السنين وعندنا موديل اللي هو ممتاز جدا اللي في دار الموضوع هذا هو موديل جمله. جمله كانت على ملك مستثمر اللي ما كانش يستغل فيها، معناتها الحقول نتاع التمور كانت مهمله، الانتاج نتاعها كان ضعيف، جاوا الاهالي استرجعوا الاراضي اللي هما عندهم الحجيه نتاع الملكيه نتاع عائلاتهم ليها وعاودوا احياوا الارض. ونعرفوا توا شنو صاير في جمله، جمله والتي هي تقريبا القلب، معناتها حقول الواحد هذيك والتي هي القلب نتاع المدينه، هي اللي تصلح المدرسه، هي اللي تصلح المستوصف، هي اللي تصلح كان عندها دور كبير تانية. وقت اللي الاراضي الارض نتاع جمله خذيتها خذاوها لهالي، كي نقول خذاوها لهالي اش معناها؟ خذاوها في اطار معركه سياسيه، خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها. وتوا المعركه مازالت قانونيه. ياس وفكوا الارض وخدموا لمده عوام، وبعد بدات المعركه تحتد مع الحكومه وقت في شخص كرشيد اللي هو كان وزير املاك الدوله واللي هو في نفس الوقت كان المحامي نتاع المستثمر اللي كان متصوغ الارض هذه. واحتدت المعركه الى درجه انه الاهالي قرروا انهم رغم ان في الدوله يقوموا بالبتة ويبيعوا المحصول عامتها، كان صدقني ربي عام 2016 وسألوا كانت حملة تضامنية كبيرة ياسر، كانت فيها أجواء احتفالية كبيرة للبتة هجيكا كبيرة ياسر، أجواء كبيرة ياسر وأجواء معناها تمس مست لا مش فقط الأهالي يعني السكان بتاع منطقة جنة، لكن جملة من الفاعلين الميدانيين السياسيين المدنيين اللي عندهم إيمان بقضية الأرض لازمها ترجع للفلاحة واللي تواجدوا في اللحظة هذيك وكانوا شاركوا في هذه الفرحة هذيك وواصلوا بعض النضال مع جمعية جمنة من أجل أنه جمعية جمنة توصل تحقق استقرار على مستوى القانون، يعني الأرض تقعد عندها، وأكثر من هكا أنها تغير من وين الإنتاج، تخرج من الإنتاج الأحادي، ما عادش تخدم فقط بقلة نور، نوع الإنتاج، تخدم أكثر الناس بطرق مختلفة، تمكن النساء من نفاذ للإنتاج الفلاحي وللأرض، تمكن يعني فما فلسفة كاملة قاعدة خلينا نقوله تتناقش اليوم في جملة في علاقة بالأرض هذية، رغم استقرارها القانوني النسبي اللي في أي لحظة يجبر لي بدي فما شوية استقرار قانوني. مدام ليلى على خاطر بعد تجربة جملة عملت هكا بومباردمون المسألة اللي مشينا القانون متاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، اللي هي أنا نعتبر شخصيا أنه جملة هي اللي جبت القانون، جملة هي اللي أقنعت الناس بضرورة أنه نجمعوا النصوص الترتيبية والقوانين في نص قانوني واضح لنظم العملية متاع الاقتصاد الاجتماعي. كان لازم نكون فما رمز
لكن راهو في الواقع، في الواقع فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احنا في تونس تاريخنا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كفيل باش يعبر على انه رانا احنا كبشر كمجتمع ممنين بالتضامن في الاقتصاد ممنين. معنى انت تشوف تاريخيا شنو اللي فما انواع واشكال بالتضامن الاقتصادي والاجتماعي. اما كانت فما تجربة فيش لكي ما تجربة التعاضد مثلا، تجربة التعاضد فشلت على خاطر تم كيفاش يقولوا تخليوا عليها، تم اقحام السلطة فيها بالسيف، تم معناها صارت بنوع القصرية كما نقول بالسيف على الفلاح بالسيف على التاجر بالسيف على الناس الكل، فرضوها بطريقة نتاع سلطة كبيرة سلطوية سلطوية كبيرة. لكن انت كي ترجع لطبيعة المجتمع التونسي والناس كيفاش تتعامل مع بعضها، راهو رانا احنا عندنا التويزة عن انواع مشكلة نتاع تعاون من اجل انه ننجو. جست قبل ما نتعدي البوان هذه سؤال اعتباطي الحكاية هذه نتاع جمنا سير تاريخي ما عندكم شكرا وقتاش بدأ وقت إيه في بعد 16 ساعة بدأت أنا صغيرة وقتها ما تفكرش بدأت 2011 بدأت 2011 قبل ما يهرب بن علي ولا 12 جانفي 2011 الشبيبة مشيوا حطوا يدهم على الأرض لمدة 5 سنين تقريبا قاعدوا يخدموا في شكل من الأول تعملت هكا شو يسميوها بتاع تاع ثورة لجنة ولا لجنة حماية الثورة وقتل وبعد في ساعة عمل جمعية والجمعية قعدت هي اللي قائمة على الـ على الـ على الألاف ووقت اللي كرشيد ولا هو وزير ملك الدولة كما قلت لك هو كان محامي نتاع المصدر وقتها ديريكت مشي منع جملة من أنهم يعملوا البتة تاع بيع التمور وقتها بدا البرد فارق كيف ما قلت احنا وبدأ ما صارت ويين في مفاوضات نقاشات من الاول مع وزاره امريكا الدوله ومن بعد مع وزاره الفلاحه وتفضلت الاشكاليه تقريبا معناها استقرت قانونيا القضيه وقت اللي تحل النقاش مع وزاره امريكا الدوله ووقتها اعتبروا انه جبنا اقتصاد اجتماعي وتضامني واللي هي مؤشر خلينا نقول تبشر ب بطرق مختلفه تجربه ناجحه بعد واصل اليوم المطروح على جمنا هو انها تقد تتواصل وتكون ديما تحافظ على دورها كطلائعية في الموضوع هذايا وتغير منظومة الانتاج وتبدل من طريقة الانتاج ومن وين الانتاج في حد ذاته ونخرج من الأحادية وندخل في حاجات اللي هي فيها تعاون اكثر وتشغل اكثر ناس وتستثمر الارض بطريقة ايكولوجية اكثر، ما عادش نهدروا الموارد المائية، ما عادش نعولوا على منتوج نواجه مع التصدير، لا نخدم أكثر حاجات حاجتنا بها محليا كما العرفة كما الخضرة كما حاجتنا هكا. وهذا في إطار السيادة الغذائية، هذا في إطار السيادة الغذائية طبعا. ما بين اللي بوان اللي عنا فيها مشكل احنا واحنا نحكيه على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية هو الماء، عنا مشكل كبير في الماء في علاقة بالبرودكتيفيتي الانتاجوية. دونك كيفاش شكون باش يحكي لنا على الحكاية مدام هاي لاباس؟ الماء جينا للماء الماء احنا بيت ما عندناش برشا ماء تصب عندنا كيما نقولوا بيلون بوزيتيف كان في اقصى الشمال غادي يتم تجميع اكثر مقادير ممكن من مياه الاقطار ومن بعد تتوزع بالنسبه للوسط والجنوب اللي طاغي هما الابيار ولا خاصه الابيار العميقه واللي الدوله ما عندها عليهم تقريبا حتى سيطره تقريبا حتى سيطره صار تعديد معني جوست حسبوهم في وقت معين وكهو وقاعده تكيك معني اللي يجي يحب يحفر يحفر لا هي فما مناطق ما عندكش الحق تحفر فيهم وتاخذ رخصه انا كان عندك شنية أخرى تنجم تحفر وتأخذ فيها وما عندك حاجة إذا عندك مياه خطش تعبرش حاجات حتى اللي ترم ودير راهو باعتراف الوزارة تاع الفلاحة وقتها يقولك نسيت الدرب بالضبط أما تقول إن 80% من إنتاجنا من التمور جاي من آبار فوضوية من توسعات فوضوية. إيش معناها توسعات فوضوية؟ معناها نخلي المزروع يتسقى بآبار الدولة ما عندها عليهم حتى تصرف هذايا يقدموا لك على اساس انه اغزروا قديش انتاجنا طير وبعنا السنة هكا وهكا حتى حد ناخذ بعين الاعتبار اللي راهو هذاك الكل فوضوي وحتى حد ما مهتم بالسياسة المائية من ناحية هذايا. هوني انا فما حاجة نحب نحكي عليها اللي هي الماء الافتراضي اشكالياتنا فيما يخص الفلاحة
هي ان وقت اللي نختاروا احنا الماء وين باش نهرجوا شنو باش نسقيو، فين قاعدين نسقيو؟ قاعدين نسقيو في البرتقال وفي الدقله وفي الزيتون، اللي ولا ملي كان عندنا زيتون البعلي اصلي انتاجنا البعلي، ولا اليوم فما زيتون جاي من 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 اسبانيا ومن من من اليونان ومن ايطاليا مهاجر يستحق ياسر 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 ماء. ودونك احنا كيف ننجو بالطريقه هذيك؟ قاعدين نستنزفوا في الماء تاعنا من اجل مواد موجهه للتصدير، دونك في الداخل تصدر الماء، وهذاك هو اللي تسمى ليه الافتراضيه، يعني تخسر الماء وبعد ما تستنفع حتى من في من من النور الغذائية. معنى ليه خبي ما أنا أنت صدر فيه ما أنت صدرت الماء، وإحنا عندنا مش شح مائي، إحنا عندنا مشكلة كبيرة بتاع شح مائي. نقارو إحنا الماء متاعنا قاعد يتوجه نحو مواد معدة للتصدير، والمواد اللي إحنا نكلوها محليا نقص الماء. فهمني كيفاش؟ علما وانه من جفنة الاراضي، باش نرجع لحكايه الاراضي، من جفنة الاراضي القابله للزراعه في تونس ما فما كان 9.5% قادره انها تكون سقويه. فهمتوا العلاقه بين الارض والماء؟ راهي فما قليل الاراضي اللي قابلين انهم يكونوا سقويين، ارض سقويه، واحنا الاراضي السقويه هذه ما نردوش بيرنا عليها، ما نواجهوهاش بطريقه محكمه، ما نتلاهمش بها كيف ما يلزم، نسيبوا المستثمر في القطاع الفلاحي ينتج فيها في حاجات لها علاقه، مثلا او باولينا او جوجوبا نتاع شامبوان او زيتون زيت ماشي للتصدير او نوار موجه للتصدير، تما وصلتي في تطاوين ارض سقويه تضرب النوار. شكون اللي مستنفع منها؟ انا اولا الشعير ولا النوار؟ تدري في نفس الوقت ثم فلاحه قاعدين يبازوا في الحليب ويبازوا في ال وماهمش لاقيين الشعير وماهمش اي يعطيك صحه كعملتها الربطه انت اي هذيك هي. وقت اللي احنا في بلاصه نستثمروا في المواد الغذائيه دو باز اللي هما ماكلتنا احنا وماكلت الحيوانات اللي ناكلوهم، لا نستثمروا في مواد معده للتصدير، وهي الكافر الكبير اللي يخص الماء. حوايج اخرى اللي يخص الماء هي التلوث، واللي هي اهدار الموارد في الصناعه الاستخراجيه. انت تتخيل فوسفات قفصه قداش يستهلك ماء؟ سامحني الشفر هرب عليا توا، اما راهي كميات مهوله من المياه. كيف كيف بالنسبه للجروب شيميك جيبس جيبس واحد جيبس اللي هي واحه بحريه، معناها حاجه ثروه من ناحيه الطبيعه ومن ناحيه الانتاجيه وواحد الكل. اليوم تقريبا 100 تتلف لاحه وفي مصيد فيها تقريبا 100. علاش؟ على خاطر المجمع الكيميائي من ناحيه يستنزف المياه الموجوده، ومن ناحيه اخرى يلوث المحيط. دون سو كونتكست انا بكري حكينا على البوان تاع الشعير، جون رابيل مره في قروين في معتمديه الشبيكه تحديدا كانت فما مشكله نتاع شعير، العبيد ماهيش لاقيه منين تعلف الحيوانات نتاعها، دي كل حيوانات ماتت ومش واحد مش اثنين. معناها شوف انت حيوان باش يموت قداش يقعد ما ياكلش معناها باش يموت. فذكر نهارتها وقت بالزهر مشيت للشبيكه عند غوبورتاج من جديد دونك هذه ظروف ماشي دونك مشيت لشبيكة عندي غوبورتاج نخدم فيه، ما نجمتش نتعدى مسكرين الكياس غير كو فما المشكل هذايا نتاع الشعير. وقت اللي في نفس الوقت كيما كنا نحكيو بكري نلقاو أراضي سقوية نزرع فيها في النوار ونزرع في حاجات معناها في الآخر مش باش توكل لك. يعطيك صحة تسنيم، أثرت نقطة أخرى مهمة اللي احنا باش نحكيو عليها. أنت حكيت على الشعير، نحكيو على البذور والمشاتل زاد اللي هما فاكتور مهم في الـ في في الـ في البروديكسيون. في الفترة الأخيرة تقريبا خلينا نقول منذ الاستقلال حتى توا، الدولة التونسية السياسة نتاعها ماشية أكثر نحو أنها تستورد البذور الأجنبية، وهذا أوتوماتيك ماشي أدي أن نفوتوا في البذور نتاعنا. دونك الكونستات هو أنه تقريبا حدود الثلثين يظهر لي كان صلحني مدام ليلى من البذور اللي نستعملوا فيها في خاصة في الخضروات وغيره هي من البذور الهجينة المستوردة، تقريبا في حدود 70% إذا كان الرقم صحيح. ما نعرفش انت الرقم اللي خديته ولا ما عنديش الحقيقه الرقم هذايا عمر ما عرضني. انا حسب ماني قادر راه اكثر برشا يعني شكون اللي عمرو زريعه عربي اليوم عم تحسبها الصويبه؟ كان فما مشكل، ما زلت فما جمعيه اسمها جمعيه توصيل الفلاحه المستدامه اللي حبت من الاول تبدا تخدم على البرماكولتور وحكيت لكم بالبر
ما كبشور لازم مزرعة العربي ما مش حل لازم مزرعة العربي جميلة جواسة هلا فمرة ديزي كسبشاو معنى جستما قاعدين يخمر مزرعة وقتها ثلاثة فلاحة عملوا ثلاثة فلاحة في تونس الكل ثلاثة فلاحة لقاهم بلو واحد في تطاوين واحد في شنيني واحد زوري في القرب تطاوين زوري بابا جبديه بشوية بشوية عادوا يزلوا لوجوا لولي وعملوا حفلة الزريعة الأولى والثانية دولي خمسة معاوين ورا بعضهم يعملوا حفلة الزريعة باش تكون شبكة من الفلاحة اللي هما فلاحة كما نقولوا احنا سومونسيين يعني يخدم الزريعة ينتج الزريعة واللي يعطيها ويكثرها ويوزعها واليوم فما رجوع للزريعة العربية من طرف الفلاحة في حد ذاتهم على خاطر وصلوا لليميت من ناحية كلفة الإنتاج بل كل شيء هو ما عادش قادر ينتج على خاطر الكلفة طلعت ياسر خلينا نزيد نفسر مدام ليلى ونقولوا اللي بذور الهجينة هذه معناتها نسحقهم من ربكة ما نعاودوش كل عام نعاودو نشرب على عكس البذور الأصلية باش تعاود تزرع تعاود تستورد زرع على عكس البذور الأصلية اللي من المنتوج بيه وتخرج بذور تعاود تزرع بها العام الجاي شو واحد يبدا من فاهم الحكاية الفلاح في الأصل خدمته راهي على ثلاثة مساويات نوعية التربة يخدم على نوعية التربة هو اللي يخدم التربة متاعه المستوى الثاني هو الزراعة يختار الزراعة ويعمل السليكسيون والعام ذي مثلا كعبة الطماطم هذه طلعت باهية وكل شيء يخدم الزراعة متاعها العام الجاي يسليكسيون ناتشوريلمون يعمل سيغتان كخوازمون ناتشوريلمون بطريقة طبيعية اتسيتيرا والمسألة الثالثة هي الزراعة في حد ذاتها من وصل النبتة حتى لين تنتج هالثلاثة حاجات هذوما احنا اليوم الفلاح ما عادش قادر يخدمهم التربة ولا مطالب انه يستعمل مواد كيميائية باش يزيد ويزيد بما اللي تحرق ديجا هو كي يستعمل مواد كيميائية تتغاب باش ينتج ما عادش انا منيش به في الاحقام باش ينتج ما عادش انا 1000 طن كان ينتج 1000 طن في عام يولي كيف يستعمل المواد الكيميائية يولي باش ينتج الدوبل والتريبل والاكثر في في عام بارك معناها صحيح دوك وقت اللي استعملني واللي يحرق الارض بيكو ما عادش يعني يستنزفها ديزون فوالا ما عادش فما اوريجيناليتي ما عادش فما حياة طبيعية معناها التربة ما عادش حية التربة ميتة اي تركيبة التربة تتعب زيد ولات فرسي معناها فوالا هي التربة راهي مادة خلينا نقولوا حية فيها أولا لازم تحافظ على الرطوبة لازم فيها حيوانات وحشرات هي اللي تخلق هكا الأكسجين والأزوت وترشموا في وسط التربة معناها هذوما حاجات طبيعية هما اللي يوفروا الحاجات اللي النبتة محتاجتهم به وقت اللي أنت تتخلى على المسألة هذه وعلى خدمة التربة شنو يلزم وما يلزم لازم تعوض هذيك الكل مواد كيميائية وأكثر من هكا الزراعة المهجنة والزراعة المستوردة تتطلب دويات وتتطلب مواد كيميائية ما كانش ما تعيشش على خاطر هي جاية في وسط وسط كيش يقولوا ارتيفيسيال نش الصناعي مصطنع مصطنع مع مصطنع انت اكل كعبه الفلفل باش توصلها يلزم ويلزم 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 وقت اللي كعبه الفلفل الطبيعيه خليها معناها كي تبدا طبيعيه والزريعه نتاعها متاقلمه مع المناخ وتعطيها الغبار العربي صحيح مش باش تطلع لك برشا كونتيتي كيما الاخرين لكن باش تطلع لك حاجه ذات قيمه غذائيه نظيفه غير ما تمرضش البشر وما تهلكش الارض وما تهلكش المناخ وهذا بالنسبه لنا حاجه اساسيه يعني في اعاده النظر لسياساتنا الفلاحيه والغذائيه مفروض علينا اليوم مطالبين اليوم خاطر فما اون بيرسبكتيف في الافق فما تغير المناخ ما فما حتى زريعه مهجنه تتاقلم مع تغير المناخ ما فماش انت اذا كنت تحب النباتات اللي تنتج فيهم تتاقلم مع تغير المناخ لازم انت تتبعهم من عام لعام وتختار الفصله البذره اللي تقاوم الجفاف واللي تقاوم السخانه واللي 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 وهذيك ما فما كان الفلاح قادر يقوم بها لي تخوا بوان اللي ذكرتهم مدام ليلى لازمهم انا ما نعرفش هو سؤال لمحل ما انا عندي فكره هكا مبطنه من داخل لازمهم فلاح متكون عارف اللي هو راهو لازم البذور نتاعو الاصليه لازم يتابع تكوين التربه نتاعو ايتترا دونك كيفاش احنا في وسط هذي كل تو بعد نجيب ديجا لليد العامله كيفاش احنا في وسط هذي الكل كيفاش نجمو نخلقو فلاح متكون المقاومة صديقتي
يعني فلاحة اليوم قاعدة تبدل في الزراعة وقاعدة ترجع في نظام إنتاج إيكولوجي ومستدام وكل شيء، راهي فلاحة قاعدة تقاوم في المنظومة، تقاوم في النظام وفي المنظومة، تقاوم في سياسة الدولة، وتقاوم في خلينا نقولوا حتى في الثقافة الاستهلاكية، تقاوم بكل ما في الكلمة من ثقل. نعطيك أمثلة معناها بالحق، معناها عشتهم وشفتهم. فلاح مثلا مدين يقول لك أنا أخدم الزراعة متاع جدي، نخرج طماطم نظيفة ولا نخرج سلق ولا معدنوس نظيف، نهزو للسوق، حتى حد ما يعرف اللي قيمة المنتوج متاعي، حتى حد نضطر نتلز إني نبيعه في أحسن حالات كيما يبيع الفلاح اللي هو كونفنسيونيل، يعني يستعمل الدويات ويستعمل الزراعة. اليوم هذه الحكاية متاع إنه إيه إحنا في فترة مقاومة، والفلاحة قاعدين ينظموا في رواحهم في إطار شبكة مقاومة، نرجع للكلمة على خطر هذاك هو الواقع. وعن طريق المقاومة هذه اليوم فما مؤسسات قاعدة توعى. شمعنى هتوعى؟ وقت اللي أنت تلقى في وزارة البيئة بنك الجينات اللي هو دوره هالمسألة هذية، ما نقولش ما خدمش على الموضوع، لكن اليوم عنده مساندة بالفلاحة في أنه يرجع يسترجع الزراعة اللي تسرقت، ويكثر من الزراعة الموجودة عنده ويوزعها على الفلاحة، والفلاحة يخدم من عنده ينجو بعد يرجعوه ويعطيه ستوك باش هو يزيد يوزع اتسترا. هذية الأثر هذية والمد تاع التغيير هذايا راهو جاي من الفلاح ومن بعض الاشخاص اللي هما في المؤسسات اللي هما وعاء واللي هما قاعدين يقوموا باللازم باش تصير هكا لا ترانسفورماسيون سوسيال ولا ترانسفورماسيون في منوال الانتاج. دور اساسي للمجتمع المدني دور زاد فيه، خاطر كيما حكيت قبيله على جمعيه الفلاح فيها حال مستدامه، كان عندها دور كبير. مش كان هي، فما زاد جمعيات اخرين اللي هي تبشر بمشروع السياده الغذائيه في تونس وتقول راهو لازمنا نبدلوا منوالنا تاع الانتاج وراهو للفلاح دور فيه وراهو راهو راهو. دونك واحد وقت اللي يسمع شيء هذا ينجم بفعل انه سياسة الدولة ماشية في السونس انفيرس يحس بنوع من الاحباط. اما رياليتي وقت اللي تهبط للتيران وتصنع فلاح فيش يحكي، ما تنجم تحس كان بالتفاؤل. فلاح فاهم وعارف، فقط قاعد يعيش في هك التحول اللي هو يعرض وشو اول مضرب اكثر واحد مضرب اكثر واحد هي الرتور هذا الرجوع للفلاح العربي في حد معين. معناها مش معناها في حال عربي معناها نرجع بالتويلي، لا معناها نطوروا انطلاقا من في حدنا العربي. ريت المادة هذايا راهو ما فماش فلاح صغير ولا متوسط كي تحكي معاه ما يقولكش رانا في حاجه انا نرجع لذاك. ابدا لوين؟ دولة مازالت تعاون في المستثمرين وتب معناها مؤخرا فما فلاح في مستير عمل عملية على الفيسبوك، معناها هبط على الفيسبوك قال انا باش نوزع زريعة وزارة الفلاح. أي فاش ما عندكش الحق وما عندكش الحق. وقت اللي حتى في وزارة الفلاحة فما ناس قاعدين يقولوا يا جماعة ايه وراو وراو الزراعة انا وصلنا مش للبير، ما نعيش نعطي رقم سيد اللي يسمعوا فينا بشوية ريد فلاكس يستوعب. راهو كل ما نصدروا الدقلة منذ 20 واكثر من 20 سنة، كل ما نصدروا الدقلة الفلوس معناها عموما الشي سميهم المقدار اللي نصدروا به دقلة راهي نشري بها زريعة نتاع فلفل وقرع وطماطم وحكايات كيما هاك. معناها ماكينة تدور في الفارغ بالضبط. فما مشكل اخر زاد مدام ليلى اللي هو حكينا على الفلاح، فما المشكل نتاع اليد العاملة. المشكل نتاع اليد العاملة اللي من ناحية تعاني خلينا نقولوا من هكا شوية تهرم، خاطر ما عادش عندنا دي جون توا برشا معنا عددية، ما عادش عندنا دي جون اللي يتوجهوا القطاع الفلاحي، الأكثرية يمشيوا للقطاع الصناعي القطاع الخدماتي. دونك ولا عندنا فلاحة أعمارهم تقريبا جلهم فوق 50 سنة، هي مشكلة لأنه بعد 20-30 سنة ربما ما عادش نلقاو فلاحة. المسألة الثانية اللي هي العمليات الفلاحية، العمليات الفلاحية اللي كي نشوفوا توا في عدد العاملين في القطاع الفلاحي نلقاو النساء أكثر برشا من الرجال. وكي نزيدوا ندخلوا أكثر في التفاصيل نشوفوا عملية التأجير نلقاو اللي النساء ياخذوا أقل من الرجال. دونك نفهموا بليزو موا علاش الفلاح يلتجأ للمرأة أكثر من الراجل، على خاطر المرأة تخدم
وتقبل بتتر بال بال تقبل بالأقل. دونك الوضعية هذه اللي أزمة برشا القطاع الفلاحي واللي خلتنا نشوفوا برشا حوادث نتاع الطرقات نتاع السيف الفلاحي. نشوفوا المراك فيش مسكينة تبدا من 5 تاع الصباح تركب في كاميونة باش تمشي توصل للخدمة نتاعها. دونك فما هو ان شيفر اللي جاي من منتدى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية اللي يصد تقريبا 40 حالة وفاة و530 إصابة نتاع النساء العاملات الفلاحيات في 5 سنين الأخرين. يعني في 5 سنين عندنا 530 إصابة نتاع حوادث الطرقات و40 حالة وفاة نتاع نساء فلاحيات. دونك ما نعرفش لي رأيك أنت بتتر مدام ليلى عندك أكثر فكرة على الموضوع هذايا وهكا شنو جهود الدولة باش تأثر ولا تنظم العملية هذه خطر فما هو تعمل قانون نتاع نقل العاملات الفلاحيات ولكن على أرض الواقع تقريبا إذا كان نجم نقول ما تبدل حتى شيء. بيه. أول حاجة باش نبدأ بها هي الساعة أصلاً أحنا علاش نحكيو عاملات في القطاع الفلاحي يخدموش فلاحة وهي موصلة عاملة في القطاع الفلاحي كان على خطرها حتى حد ما اعترف بها كفلاحة وقتاش واحد يعترف بك كفلاحة انت عندك أرض سيميس. أحنا اليوم في تونس 83% من يد العاملة الفلاحية من سوريا 4% من الأراضي الفلاحية عند النساء واضح؟ دونك هوني فما فرقة عجيبة يا شيخ فما استحواذ ما نعرفش كان الحلو زاد هكا في علاقة بقانون الميراث مشكلة أما أساسا قانون الميراث عندك قانون الميراث اللي ما يعترف عندك قزيد زاد خاطر فما عائلات ما يورثوش أصلا للمرأة عاو شنو عندك للرجل مثل حظ الأنثيين وعندك الأرض للرجال دو خانسيب عم بادير متاع تاورث اللي متاع اللي هما أثروا في المسألة هذه. أما أنت كي تشوف الأراضي متاع الدولة أخي الأراضي الدولة قاعدة تتعطى تناصفا مثلا مع النساء لا مش قاعدة تتعطى تناصفا مع النساء. نشوف الأراضي الاشتراكية اللي هو خزان ما حكيناش عليه الأراضي الاشتراكية راهو فوق المليون 500 هكتار إنورم الأراضي الاشتراكية مخصون عقاري تقريبا كان مؤخرا الدولة الأخرانية ولات النساء تورث حتى العوام الدخرانية النساء ما تورثش تماما في الأراضي الاشتراكية على رأس الراجل يعني على رأس الذكر يورثوا كان الذكر تماما يعني بعدين نلقاوها أكثر في ال وهذا الشيء وصلنا وصلنا أنه النساء النساء الفلاحات محرومات من الأرض به محرومات الأرض معناها معناها أنه هما يعيشوا في أراضي أخرى هما يعيشوا في الأرياف يعيشوا في أراضي فلاحية في مناطق فلاحية يخدموا في الأراضي الفلاحية نتاع ماليهم ما يخلصوش لكن هي عندها احتياجات يا هي أولادها يلزمها فلوس كي هي تخدم في أرض خوها ولا خالها ولا رجلها ولا حد تخدم بليش تخدم بليش وما عندها حتى مدخول من المسألة دوك أوبليجي عليها خاطر انت قلت تخرج 5 بتاع الصباح هي تقوم 3 بتاع الصباح قوم 3 بتاع الصباح باش كان عندها كان عندها نعجين تسرح بيهم كان عندها درشنية خدمة فلاحة هذيك وبعد تمشي تخدم في المستغلة نتاع الخواص ولا نتاع الديوان ولا اللي هي بالفلوس 12 دينار النهار 10000 النهار هذا هو معدل الأسوان وبعد تروح تكمل تخدم في المستغلة العائلة بلاش هذا هو أصل الوضع. أنا حسب رأيي يلزمنا ما عادش نحكيه على العاملات في القطاع الفلاحي يلزمنا نحكيه على فلاحات دون أرض ديجا هذه أول حاجة فلاحات دون أرض. ثاني حاجة العمل الفلاحي هذا لا في تغطية اجتماعية لا في أصلا اعتراف حتى حد معناها إد فاميليار يقولونهم ما هوش معترف بيهم كأنهم يخدموا في الفلاحة لا تغطية اجتماعية لا مدخول كافي لا حتى اعتراف ايه شنو هذا ولا راه يمثلوا 16% من التوانسه ماهوش شويه 16% من التوانسه راه 52% من سكان الارياف نساء العاملات في القطاع الفلاحي ونساء الريفيات راه هو هذايا طاقه انتاجيه كبيره ياسر مهمشه تماما تقريبا يعني العلاقه خلينا نقولوا في الارياف ما بين المراه والراجل تقريبا علاقه اقطاعيه هذا يملك والاخرى تخدم هذه هي معناها يعني لازم تكسر بالضبط. كيف نحكيه على الغبار بين التصدير والتوريد هكا المصطلح صلح لي بالعربية الفصحى
اي بمعنى انه حكيت شويه مدام ليلى نتعدوا عليها بريزما، حكيت شويه على الكلفه الافتراضيه المائيه اللي هكا سميتها مدام ليلى، وكنا نجمو نحكيو اكثر على التوريد، معناتها الى اي مدى كنجيبو منتوج فلاحي من برا ندخلو تونس وحنا عندنا الاكيفالون نتاعو نجم يشكل خطر على المنتوج المحلي. توا حاليا فما مش راح البطاطا مش تطلع البطاطا، معناها الصيفي نتاع الصيف ما فماش بصل يتخزن بكل بساطة. علاش المخازن معبيين حاجه مستورد؟ هذه اكثر حاجه اللي اكثر من هكا. انت يعني احنا عشنا مراحل في تونس وفترات تنبك الانتاج نتاع حاجه معينه يدخل لك منتوج. صارت في البطاطا قبل كيف كيف صارت في الحليب، كنا نتفكر وقت نجيبه في الحليب من سويسرا ونكبه في الحليب نتاع التونسي باش ما ندعموهوش. اي الاشكاليه نتاع قداش مع ماما حكيت الحليب حاجه، الحليب والمواد المدعمه منظومه وحدها عليها وحدها رمينا سيارات خشبيه نقولوا. اما انت وقت اللي توجه الفلاحه نتاعك نحو انتاج منتوجات للتصدير نحو اوروبا، عامه اللي اوروبا فيها صعبه في المنتوج هذاك باش تعمل باش يقعد على هذي ما باش يقعد على قلبك كي البرتقال كي الفريز كي الجناريه كي كي كي, كي. كل عام عندنا الحكايه دي، كل عام عندك فلاحه تقيد فلسه وتبيع لارف تبيع البقرات، كان عنده كميون يبيعها. علاش؟ على خاطر صعبه في دراوين بلاد اخرى، خاطر هو في باله اللي صعبه في باله انتج من اجل التصدير يلقى روحه غير قادر انه يبيع. هذا يصير كل عام. تفكر في العام، فما عام على ذكر التغير المناخي 2016 جات حاجه تغير مناخي صغير ياسر، جمعه في جوان مفروض انها تجي سخانه، السخانه ديك تجي في جوان طيح النوار الزايد على شجرات تاع البرتقال، تيح النوار الزايد اللي قعد هذاك يكون كعبات برتقال يكونوا كبار وباهين مقبولين في السوق العالميه. عادتها الجمعه هذيك تاع السخانه وخرت الجمعه ولا عشرين ما طاحش النوار طلع البرتقال كله صغير قعد الكل على قلبنا تهردوا فيها الفلاحه تاع البرتقال. يعني حاجه بسيطه وقت اللي تبدا انت ما عندكش قدره على انك المنتوج الفلاحي بتاعك تتحكم فيه، ما عندكش خارطه فلاحيه محكمه ومعول على التصدير، وقت اللي انت ما عندكش كاباسيتي دو نيغوسياسيون، ما عندكش مارشيات، ما عندك حتى شيء. وهذا يدخل زاده في ثقافه الاستهلاك بتاع المواطن كيما كنا نحكيو بكري. المهم ياسر نحكيو على الاستهلاك يا وجهي نحكي على الاستهلاك. يا سيد المخرج بكري انا نحب نقول حويجه. شنو مسؤوليه المواطن مدام؟ اي مسؤوليه المواطن اول حاجه ديما نقول احنا توانسه واعيين وقاريين و و و لكن راهو المواطن لازم وحده ياخذ على مسؤوليته غذائه ويخمم في غذائه ويتسائل الحاجه اللي ياكل فيها منين؟ شكون يعملها؟ كيفاش عملها؟ في اي ظروف؟ صعيبه الحكايه اما ما تتوجد كي الوقت اللي المستهلك يطالب بها. احنا المستهلك اليوم قليل يطالب، ساعه تلقى حملات انت استهلك تونسي مهمه ياسر. اي استهلك تونسي اما زاده انت كمواطن كانك تسكن كيف ما نقولوا في المنيله والا في نعم اخرج من المدينه نتاعك وتتوجه للفلاح وحاول تشري مباشره من عند الفلاح. وراهو فما فلاحه قاعدين يحاولوا انهم يتنظموا ويخلقوا دي سيركوي كور، فما جمعيات قاعده تحاول تخدم على سيركوي كور. اما قبل مهم ياسر انه الام تفهم كي تحط في صحن ولدها ولا بنتها شنو هي الحاجه اللي تعمل، يعني شنو اللي قاعد ياكل. المهم السيد اللي قاعد كيف كيف الراجل كي يجيب شيء من عشان يطيب كسكسي، وقت اللي طيب كسكسي جاي القمح نتاعو مستورد حاجه، وقت اللي ياخذ هو يعمل عوله انا هبط ستاتيو مره اخرى دار على الاخر. نقول لتونس يتونس عاولوا عم السنه عاولوا عم السنه عاولوا امشي وبالتليفون كلم عندك سلفتك خوك ما نعرفش فيك البلاد تصرف واعمل العوله نتاعك. هذه مسؤوليتنا احنا كمستهلكين وما لازمناش نستناو الدوله. الدوله ماهيش باش تعمل حتى شيء في المسؤول في المساله هذه. الدوله هي بيتها داخلة في معامة متاع كارتيلات مع بعض الشركات والاحتكارات، وهنا قاعدين نشوفوا شنو اللي صاير في ديوان الحبوب وشنو اللي صاير مع جملة الشركات هذيا اللي هي قاعدة تستنفع بالمنظومة هذيا. يفو كاسيتو صا وهون الريزيستانس من عند المستهلك والريزيستانس من عند الفلاح، وهذيك الثنية اللي تخلينا نخلقوا ميزان قوي
طب ميزان قوة مثلا هاو خدم في حكاية العارفة، شو بدك قبيله انت على حكاية العارفة؟ شو اللي صار؟ حبوا يزيدوا في العارفة 300,000 طرناطة اللي هي يخلي الفلاح ما عادش اصلا ما عادش مش ما عادش يربح بركة، يخسر خسارة كبيرة، يخسر ما عادش عنده من كيف يدخل الناس. وصارت العديد من الحركات الاجتماعية من الفلاحة على الموضوع هذايا، تراجعت الدولة صحيح ما زاد ما قادش حل، ما قادش حل، زاد ما قادش حل، معناها الأزمة راهي أما على الأقل عاملة خناج، رجعت عاملة الردور في الموضوع هذا. زاد فما برشا ضربية، سمعنا زي الفلاحة حكي على أنه باش يتم معناتها الترفيع في الأسعار باش تنقص، معناتها باش يولي فما نوع من المعادلة وعاد تراجعوا عليه. ما ينجموش يلقاو حلول بالطريقة هذه. الحلول في المسألة هذه هو أنه لا راضي تتخدم الفلاحة تتعطالها الأراضي، الفلاحة نساو الرجال، موارد المياه المائية تتواجه نحو الاكتفاء الذاتي، نسكروا كما قلت أنت قبيلة أنه إلا ما عاش نستورد الحاجات ما عاش نيش بيهم في نطاق الحلول، في نطاق الحلول نخدموا على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في الفلاحة، على خاطر هذاك اللي يخلي التشغيل ينجم يكون ريالمون مثمر ويخدم الناس، وحتى البلو فاليو يعني القيمة المضافة تقعد في تونس مش تمشي تهرب من القرب من عكوش ونفوش عليها كيفاش تهرب تخرج البرة بالدولار وبالدبيز. نسجل مش تخرج الأوامر ترتيبية بتاع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن حتى الباقي بلوكي حتى التو ما هي السلطة ما هيش مهتمة بالقضايا هذه في الدخل. كي تجي تشوف ريالمون السلطة هاي عملت مشروع بتاع شركات أهلية ما عنده حتى علاقة بالواقع، هاي تعمل في حاجات ما عنده حتى علاقة بالواقع متاعنا. الواقع متاعنا يطلب قرارات سياسية جدية جدية أساسية متعلقة بالسيادة متاعنا. من أهم القرارات فيما يخص الفلاحة اللي واحد ينجم يستغرب شنو، استرجاع البنك المركزي. احنا اليوم عندنا بنك مركزي 2016 تبيع بيع وشريع، يعني هذه تحمل مسؤوليتي فيها، تحمل مسؤوليتي فيها تطبيقا لإملاءات صندوق النقد. اليوم شنو قالوا احنا البنك المركزي نتاعنا ما عادش ينجم يمول مشاريع اقتصاديه محليه وطنيه، ما عادش ينجم يسلف فلوس للدوله، ما عادش ينجم يتحكم في خروج العمله الصعبه، ما عادش ينجم يعدل الدينار. طاح الدينار الى درجه انه مثلا ديوان الحبوب وضعيته اتهدت على خاطر طاح الدينار من جملة الأسباب معناها. وقضية استرجاع البنك المركزي اليوم ولات حاجة أساسية، يزمنا نسترجع البنك المركزي بتاعنا، خاطر راهو ما فما حتى ممول أجنبي يستثمر لك في سياسة السيادة الغذائية بتاعك. انساها، ما فماش، ما فما لا بنك دولي لا صندوق النقد لا البعض، ما فما حتى حد باش يعطيك فلوس باش تحقق سيادتك الغذائية. هذه مرهونة في احنا كشعب ان نخلق ميزان القوى يفرضها. فوالا حسب رايكم تو قلنا اللي يلزمنا لليوم استوفينا حضورنا. باغي نفرق الموضوع على اهميته وعلى التشعب نتاعو، صعيب كان نجم نحكيوا عليه كل، احنا حاولنا هكا بلوزوان لخصوا اهم النقاط. اكيد زاد فما على الوقت من بكري، اكيد مازال فما اللي عنده حق سفينا، اكيد مازال فما برشا كي تختار الموضوع وما يطلع ماهوش نتاع حب الجمعه ومش نتاع 35 دقيقه ومش نتاع 40 دقيقه. صحيح، مرسي لكم، مرسي لك مدام ليلى، يعطيكم الصحة انتم اللي طرقتوا للموضوع، يعطيكم الصحة بالحق، معناها موضوع اساسي ونشوفوا فرص اخرى نجموا نزيدوا فرقوا رمانة اكثر. دونك هذه هي الحلقة 11 من امور تهمنا للبودكاست، كانت معكم تسليم رمضان من راديو ديما فام، معكم وسيم الحميدي من راديو ناندرا فام، ليلى ريحي من مجموعة العمل من الاجسام الغذائية. باي باي نسكن، الى اللقاء.